توج فريق الأهلي بلقب بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للمرة 13 بعد فوزه في نهائي على منافسه طلائع الجيش بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء وسط حضور جماهيري كبير بمقره بالجزيرة. وتفوق الأهلي في الشوط الأول ووجد مقاومة قوية من طلائع الجيش في الشوط الثاني، ثم أنهى الشوط الثالث بسهولة، وحصل سموح المصري على المركز الثالث بفوزه على السويحلي الليبي. أحداث اللقاء وعن أحداث البطولة رقم 13، محمد عادل على الإرسال، يلا يا دولا. حماس موجود في الملعب، ودي التهنئة، اللاعبين مع بعض خلاص نظريا وفعليا وكل شيء، خلاص اللقاء انتهى. عادل على الارسال، وادي استقبال من اسلام، وادي العشر، وادي الكوره، وادي درونكا، وادي الكوره معديه، وادي خلاص، وادي في الاخير الكوره، الكوره محسوبه لصالح النادي الاهلي. الف مبروك لصالح النادي الاهلي. بينهي احداث الشوط الثالث 25-14، لينتهي احداث الشوط الثالث واللقاء 3-0 لصالح النادي الاهلي. البطوله رقم 13